فلقد علمت بأن عفوك أعظم. كل ده متدرب في الطرحة يا اختي يا اختي يا اختي. خلاص يا بنت قومي كملي صلاة. يلا حاضر يما حاضر. حط الطرحة على راسك. ايوه كده بالإذن يا خالتي. تقبل الله يا حبيبتي تقبل الله يا اختي. الله أكبر الله أكبر. ايه ده شفتي؟ الحمد لله ما طلعت ليش، طلعت سرحة لأهل أبوها. يا اختي وانت زي القمر هو في ايه؟ الله أكبر. لا احنا بقى إن شاء الله لنا كلام كتير قوي مع بعضينا، بس بعد صلاة التراويح هاخد تليفونك وتاخد تليفوني إن شاء الله.